بخطوات متسارعة بدأ موسم حصاد القمح في محافظة درعا، فرغم الظروف المناخية التي لم تساعد في تحقيق الإنتاج المتوقع، إلا أن الفلاحين هنا يحصدون زرعهم متحدين جميع الظروف والصعوبات التي واجهتهم في سبيل تأمين القمح وتسليمه لمؤسسة الحبوب. رفع سعر القمح كان شيء جيد جدا، إنما إحنا بنعاني كأصحاب حصادات وكمزارعين هون من ارتفاع سعر مادة المازوت، ونتمنى إنها تنحل المشكلة ويحصل المزارع أو الحصادة على كمية من المازوت كافية لحتى إنها يستفيد المزارع وتستفيد صاحب الحصادة. واللي مسقي المروي يعني ممتاز، أما البعل تعبان شوي والله. الموسم يعني مش كما يجب حسب يعني ما أجانا من البرد والشمس والحر العالي، أما الحمد لله إن شاء الله إنه الأمور بخير. وبنحصد من هنا وبنشحن القمح مباشرة على إزراء على الصوامع. العام كان القمح سعره تعبان على هالسنة، يعني في إمكانية كل شيء يفرق لهالسنة هاي. عم ناخذ حوالي 40,000 عدلة. إحنا ما هي ضابطة معانا وشايفينها كثير على الفلاح، وما في هذيك المواسم اللي تغطي هالشيء. نحمد الله ونشكره، بالشاي بارد والتيب عملنا، عند الدولة سعره الكيلو ب 2000 ليرة. نعم. وهسله من ورد للدولة. نعم، الحساب بس انه فضي بحاسبونه. لم تتوانى الجهات المعنية في محافظة درعا عن تقديم كافة أشكال الدعم الحكومي وتوفير مستلزمات عملية الزراعة والحصاد ضمن الإمكانيات المتاحة. تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات قبل بدء موسم الحصاد في محافظة درعا من خلال تشكيل خلية استجابة سريعة يرأسها السيد محافظ درعا، وهذه الخلية عملها هو تأمين تسويق محصول القمح بشكل سلس وجيد، كذلك تأمين المحصول من الحرائق والأضرار التي قد تحدث له. تم تأمين محروقات لعملية الحصاد بواقع 5 لتر مازوت للدلم المروي و3 لتر مازوت للدلم البعل. المساحات المزروعة في محافظة درعا لهذا العام هي بلغت 10,700 هكتار من القمح المروي و84,000 هكتار من القمح البعل. الحالة العامة لها في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والمروي جيدة، في منطقة الاستقرار الثالثة كانت ضعيفة. اليوم احنا عم نتابع مشروع موسم الحصاد بكامل الكادر بالمديرية الزراعة أو بكامل مدير الإرشاد الزراعي في خربة غزالة. الإنتاج يعني مش كما يجب. لطالما تميز الفلاح الحوراني بتعلقه بأرضه وسعيه بكل الإمكانيات لتأمين المحاصيل الزراعية مهما كانت الظروف والتحديات، فمسألة الزراعة في حوران لا تقاس بمبدأ الربح والخسارة، بمقدار ما تجسد تجذر الفلاح في أرضه. فراس لحمد، لقناة سما الفضائية، ريف درعا.